تأمين بيحان المحررة مهمة الجيش الوطني الجديدة. تأمين الطرق من وإلى بيحان المهمة التي يمكن أن يعول عليها في استتباب الأمن بشكل نهائي. وإن شاء الله أن النصر قادم، ونحن في خلال ساعات وجيزة قدرنا نحرر أكثر من 90% من الثلاث المديريات بيحان وعين وعسيلان، ولله الحمد. طيران التحالف استمر في قصف إمداد الميليشيات، لا سيما تلك القادمة من رداع وذمار. للأمانة يعني الطيران قام بالدور بارز، أن لم نقول ثلثين المعركة ولكن يعني لم نقول نص المعركة ولكن نقول ثلثين، يعني للأمانة يعني، وكان دور، وهذا كلمة شكر لله سبحانه وتعالى ثم للتحالف العربي بقيادة الملك سلمان حفظه الله وما يقوم به من دور، وهذا سيظل يعني امتنان لدى الشعب اليمني وجمل لن ينتسي. معركة وادي الخير والقرى المجاورة هي آخر معارك الشرعية مع الميليشيات في عموم بيحان. الشعب اليمني مهما بقي التاريخ فلن ننسى هذه اللحظات ولن ننسى هذا النصر وهذا الفرحة، وإن شاء الله إن شاء الله قريبا نتصور في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء إن شاء الله إن شاء الله. تحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة كشف عن وجود سجون سرية استخدمتها الميليشيات لقمع من يناهضها في بيحان، ويبقى عنصر المفاجأة والسرية من أهم مقومات معركة تحرير بيحان. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.